لو عايز أكتر. مفيش أحسن من الخردة. يلا يلا أنا أقدر أصلح ده. أيوه. عارفة دخلوه. شفت كل اللي عملته للمعسكر؟ ناس كتير عاشت بسبب. ايه اللي بيحصل؟ اهلا. دايما بحتاج بنزين. حياة الرحالة. اوكي تمام. هشوفك. ديكن سانت جون. دايما. كويس. محتاج ده؟ هايل. دي الأخيرة. أوكي. تعالى في أي وقت. هو ده كل اللي معايا دلوقتي. ديك أنت مش هتصدق اللي حصل. أنا شفت قرف كتير ما يتصدقش في السنتين اللي فاتوا دول. جربني. فاكر الفوضويين اللي كانوا هنا قبل سنة أو أكتر وبيقتلوا كل اللي في طريقهم؟ وبيسيبوا أكوام من الحجارة في كل مكان. الفوضويين. أيوة كان بينا بعض المواجهات معاهم زمان. طيب دول رجعوا. 2 من رجالتي لقوا معسكرهم وهم بيصطادوا. بندر بس هي اللي رجعت وقالت إنهم الفوضويين، الرمز بتاعهم مرسوم على وشهم. مش مصدق. فين؟ شافت المعسكر فين؟ هعلم لك مكانه على الخريطة. دور عليهم واقتلهم كلهم. احنا مسحولين في مشاكلنا مع الممزقين، مش عايزين الفوضويين يرجعوا كمان. معاك حق فعلا، انا هلاقيهم. الهبل ده؟ ايه اللي حصل هنا؟ طيب يمكن الموضوع مستاهل ان اشوف فعلا. أنا محتاج ده. ممكن أبيع ده. مش بقالي فترة. الفوضويين الأغبياء. أما نشوف كنتم ناويين على إيه يا شباب. ليلة سعيدة. دلوقتي تقدر تروح تقتلهم زي الصراصير المستخبية تحت سريرك. خليهم يعرفوا انه مش هيحصل زي المرة اللي فاتت لما سرقوا المكان. كوب حول. ماشي، اتفضلوا شوية فوضى عشانكم. الفوضويين المقرفين، ايه رأيكم في ده؟ افتكرتوا انكم هتيجوا بيوتنا وتبهدلوا الدنيا صح؟ الامور مش فوضوية كفاية بالنسبة لكم صح؟ خليها لوقت تاني. أنا شفت حاجة. إيه رأيكم في الفوضى دي ها؟ في حاجة بتحصل. الناس جاية. ماشي، اتفضلوا شوية فوضى عشان الفوضويين المقرفين، ايه رايكم في ده؟ افتكرتوا انكم هتيجوا بيوتنا وتبهدلوا الدنيا، صح؟ الامور مش فوضويه كفايه بالنسبه لكم، صح؟ ايه رايكم في الفوضى دي، ها؟ تمام، يلا بينا. ماشي، اتفضلوا شويه فوضى عشانكم. كوب، خلصنا. لو اتبقى منهم شوية جايز الرسالة توصلهم. بعدوا عن أرضنا. أتمنى تكون صح. وأنت قلت أرضنا، أنت ما بتاخدش بالك. شكلك هتبقى واحد مننا. كوب، حول. أيوة، ما تكتمش نفسك. أقدر أستعمل دول. واحد وقع. زفت. حاجة تقرب. مع السلامة. شكلها مش وحش. تمام. علبة بنزين. يلا بينا. خلصت.